السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم أصدقائي الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم من جديد وفي فيديو جديد على قناتكم قناة ندروكس المعلوميات. طبعا من خلال موضوعنا اليوم راح نتعرف بالتفصيل على كيفية تثبيت مشروع دي في دبليو اي على التيرموكس بطريقة صحيحة وبدون روت، بالإضافة إلى تقديم شرح شامل حول قائمة خيارات المشروع المتعلقة بأمان التطبيقات واختبارات الاختراق وتحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب. في البداية أخي الكريم، تطبيق دام فولنربل ويب ابلكيشن او ما يعرف باسم دي في دبليو اي هو تطبيق ويب مفتوح المصدر تم تصميمه خصيصا لتوفير بيئه امنه وواقعيه لمختبري الاختراق وامن المعلومات سواء كانوا مبتدئين او ذوي خبره في هذا المجال لتعلم مهارات اختبار الاختراق بشكل عملي قبل التعامل مع السيناريوهات الامنيه الحقيقيه على ارض الواقع وفهم كيفيه استغلال الثغرات الامنيه في تطبيقات الويب مما يساعدهم على تعزيز معرفتهم بالامن السيبراني وتغيير مستواهم وتنميه القدرات والمهارات الخاصه بهم بالاضافه الى كسب خبره عمليه في اكتشاف الاخطاء والثغرات وايضا اختبار الادوات. طبعا يتميز هذا المشروع اولا من سهوله الاستخدام حيث انه لديه واجهه مستخدم بسيطه تجعل من السهل على المبتدئين فهم كيفيه عمل التطبيق. ايضا من مميزات المشروع تنوع الثغرات، لذا فهو يحتوي على مجموعه متنوعه من الثغرات التي تتيح للمستخدمين التعرف على كيفيه استغلال كل نوع من هذه الثغرات عمليا وبالتفصيل. الميزه الثالثه والاهم في المشروع اعدادات الامان، حيث يوفر للمستخدم حمايه بمستويات متنوعه عاليه متوسطه وضعيفه مما يمكنهم من اختبار الثغرات في بيئات مختلفه. اذا وحتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك دعونا ننتقل مباشره الى شرح الموضوع. الان الخطوه الاولى بعد فتح واجهه تيرموكس راح نقوم اولا بتنفيذ الامر ABT update and ABT upgrade لتهيئه المستودعات وترقيه الحزم والمكتبات. بعد اكتمال الترقية للحزم والمكتبات راح نقوم من خلال هذا الامر بتنزيل وتثبيت حزم PHP وايضا بعض الحزم والتبعيات اللازمة للمشروع. بعد الانتهاء من تنزيل وتثبيت جميع الحزم السابقة راح نقوم بفتح ملف التكوين لسيرفر أباتشي والتعديل عليه من خلال هذا الأمر. بعد فتح الملف نستخدم كنترول مع حرف W للبحث عن هذا الكود هاشتاج سيرفر نيم. نقوم بعد ذلك بإضافة الأمر التالي أسفل الكود ونحفظ الملف، نضغط كنترول مع حرف S ثم كنترول مع حرف X للخروج. الآن راح نقوم بتنزيل DBWA من خلال هذا الأمر Git clone مسافة ثم رابط التحميل. طبعا جميع الأوامر المستخدمة في هذا الشرح على الرابط الموجود في الديسكريبشن أسفل الفيديو. بعد اكتمال تنزيل مجلد DVWA نقوم بتنفيذ الامر التالي لمنح الاذونات والصلاحيات اللازمة للمجلد. الان راح نذهب الى مجلد config لاعداد ملف التكوين. بعد الانتقال الى هذا الدليل نقوم بنسخ واعادة تسمية لملف التكوين من خلال هذا الامر. نستخدم بعد ذلك محرر النصوص نانو للتعديل على ملف PHP. بعد فتح الملف نقوم بتعديل الاسم وكلمة المرور. طبعا يمكننا اختيار اي اسم وكلمة مرور سهل الحفظ حتى نستخدمهما لاحقا في اعداد قاعدة البيانات. الان لحفظ الملف نضغط على مفتاح كنترول مع حرف S ثم نستخدم كنترول مع حرف X للخروج. بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة راح نقوم الان بانشاء واعداد قاعدة البيانات، لذا نستخدم الاوامر التالية لتشغيل سيرفر MySQL.
بعد ذلك نستخدم الأمر التالي لتسجيل الدخول إلى قاعدة البيانات. راح يطلب منا الآن إدخال كلمة مرور، طبعا بشكل افتراضي لا يتم تعيين كلمة مرور لقاعدة البيانات، لذا يمكننا الضغط على إنتر للمتابعة. الآن نكتب الأمر Create Database DVWA لإنشاء قاعدة بيانات جديدة على المشروع، ثم نقوم بإنشاء مستخدم جديد من خلال هذا الأمر. طبعا راح نستخدم الاسم والباسورد الذي أضفناهما سابقا إلى ملف التكوين. بعد ذلك نقوم بتنفيذ الأمر التالي لمنح المستخدم الامتيازات والأذونات اللازمة على قاعدة بيانات DVWA. بعد الانتهاء من تكوين قاعدة البيانات نكتب الأمر Exit للخروج. أخيرا نقوم بكتابة الأمر التالي لتشغيل سيرفر الويب باستخدام PHP. إذا بعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح نكون بهذا قد انتهينا من إعداد وتكوين DVWA. لذا نفتح الآن متصفح الويب ثم نكتب العنوان التالي. راح تفتح معنا صفحة الإعداد. نقوم الآن بالتمرير إلى أسفل الصفحة لإعادة تعيين قاعدة البيانات، ثم نضغط على Create REST Database. بعد تعيين قاعدة البيانات راح يتم نقلنا إلى صفحة تسجيل الدخول. نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. طبعا اسم المستخدم الافتراضي هو أدمين، أي راح نستخدم هذا الاسم بغض النظر عن البيانات التي أضفناها سابقا إلى ملف التكوين. بعد ذلك نضع كلمة المرور. أيضا كلمة المرور الافتراضية هي باسورد. ثم Enter. إذا وكما نلاحظ، نحن الآن في واجهة تطبيق الويب DVWA، حيث تحتوي القائمة اليسرى على عدة خيارات تتعلق بأمانة التطبيقات واختبارات الاختراق وتحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب. فمثلا لدينا Instructions، طبعا هذا الخيار يوفر جميع المعلومات حول كيفية التعامل مع التحديات المختلفة الموجودة في التطبيق لفهم الثغرات الأمنية وكيفية استغلالها أو حمايتها. أما الخيار Set up REST لإعداد قاعدة البيانات أو إعادة التعيين مرة أخرى. أيضا لدينا Brute Force أو بمعنى القوة الغاشمة، حيث تستخدم لاختراق كلمة المرور وبيانات تسجيل الدخول مفاتيح التشفير. بعد ذلك Command Injection، تستخدم هذه التقنية لتعليم المستخدمين حول ثغرات تنفيذ الأوامر عن بعد وكيفية الاستغلال. طبعا هذا النوع من الثغرات يحدث عندما يتمكن المهاجم من إدخال أوامر غير مصرح بها في النظام عبر واجهة تطبيق ويب، مما يؤدي إلى تنفيذ تلك الأوامر على الخادم. أما بالنسبة لـ CSRF هو طبعا اختصار Cross Site Request Forgery، وهو نوع من الهجمات حيث يتم استغلال جلسات المستخدم النشطة على مواقع الويب من خلال تنفيذ الطلبات على اسم المستخدم أو تغيير إعدادة الحساب دون إذن. File Inclusion أو بمعنى تضمين الملفات، وهو نوع من الثغرات الأمنية التي تسمح للمهاجم بتحميل ملفات غير مصرح بها وتنفيذها على الهدف عن طريق خادم الويب. أما File Upload يتم استخدام هذه الميزة لرفع الملفات أو الحمولات إلى السيرفر. Insecure Captcha هو نوع من الثغرات الأمنية لتجاوز رمز التحقق أو رفض الخدمة والمصادقة على العميل المستخدم. SQL Injection هو نوع من هجمات الحقن التي تجعل من الممكن تنفيذ عبارات SQL تتحكم هذه العبارات في خادم قاعدة البيانات خلف تطبيق الويب. SQL Injection Blind هو نوع من هجمات SQL حيث تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في تطبيق الويب وإرسال استعلامات غير مصرح بها إلى قاعدة البيانات. Work Session IDS لتحليل ملفات تعريف الارتباط الضعيفة للجلسات. Access DOM حيث يتم استغلال الثغرات في تطبيقات الويب من خلال التلاعب بدوم في متصفح المستخدم. طبعا في هذا النوع من الهجوم يقوم المهاجم بحقن نصوص برمجية ضارة في الصفحة، مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة البرمجية في سياق متصفح الضحية. XSS Reflected هو نوع من هجمات XSS حيث يتم تضمين الشفرة الضارة في استعلام URL أو في البيانات التي يتم إرسالها إلى الخادم ويتم عكسها مباشرة في استجابة الخادم. يحدث هذا النوع من الهجمات عادة عندما يقوم المستخدم بالنقر على رابط يحتوي على الشفرة الضارة، مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة في متصفح الضحية. XSS Stored أيضا هو نوع من هجمات XSS حيث يتم إدخال الشفرة الضارة في قاعدة بيانات التطبيق أو في أي مكان آخر يتم تخزينه مثل ملفات التعليقات أو المشاركات. بعد ذلك يتم استرجاع هذه الشفرة الضارة وعرضها للمستخدمين الآخرين عند زيارة الصفحة المعينة، مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة في متصفح الضحية. ختاما أخي الكريم، تعتبر DVWA أداة تعليمية هامة لفهم كيفية تأمين التطبيقات ضد الثغرات الأمنية، ومن خلال الشروحات القادمة راح نتعرف معا على كيفية استخدام DVWA عمليا وبالتفصيل. أيضا راح نتعرف على أنواع مختلفة من الثغرات وكيفية استغلالها بالإضافة إلى كيفية حماية هذه الثغرات.